أعمل في بلد غير بلدي ويكون عملي لمدة يومين متتاليين ثم أعود لبلدي يومين متتاليين وهكذا، فهل تصح صلاة القصر والجمع أم أقصر فقط؟ إذا كنت ما تقيم في بلد العمل إلا يومين فقط يجوز لك القصر، لكن لا تترك الجماعة، صلي مع جماعة البلد وفي المسجد تكمل الصلاة معهم، ولا تنفرد عنهم وتقول علشان إني أقصر، صل معهم وأتم.